السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة دائما. النهاردة إن شاء الله هنكمل معاكم الجزء الأخير من اتصال حرف العين مع باقي الحروف في خط النسخ. كنا توقفنا في الحلقة السابقة عند اتصال حرف العين بحرف الميم، وخدنا شكلين من أشكال حرف العين مع حرف الميم. النهاردة إن شاء الله هنكمل معاكم باقي اتصال حرف العين مع باقي الحروف. نجهز كده الأدوات بتاعتنا عشان نكتب إيه مع بعضنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. ونبدأ هنكمل إيه حرف العين مع حرف الميم، باقي الأشكال بتاعت حرف إيه؟ حرف الميم. إحنا قلنا العين بترسم عبارة عن حاجب إيه؟ حاجب عين في البداية، يعني هو بعمل حاجب وباخد من يسار، باخد من يسار لليمين واصعد بيه والف كده، اكمل اهو وانزل واقفل الجزء ده بالبوصة كده خلاص. بعد كده بكمل بقى الجزء ده، باخده وانزل بيه من اعلى الى اسفل وميل جهة اليمين. طبعا مع الحروف الصاعدة بيكون مقدار الميل ايه اقل. هنا اهو هميل اكتر الشكل ده، اخد تلتين الحاجب. بعد كده هكمل اهو، اخرج برا حاجب العين بمقدار نقطة وامشي واصعد. الجزء الاخير بيكون ايه رفيع، يعني بطلع كده بسمك البوصة بجزء رفيع، وبرضو بمشي كده بنزل بسن القلم، وهنا اقفل خالص كده بعرض البوصة كله تمام. بعد كده باخد من الطرف الجزء العريض ده كده هنا، وانزل اعمل كأني اعمل ايه حرف الالف. نعمل التشكيل مع بعضنا اهو. هنا نعمل فتح مثلا طويل عشان املى الفراغ بالشكل ده. بعد كده لو عملنا ضم، وبرضو لو عملنا سكون، وفي لو في كسر تحت العين الموضع بتاعها. نشوف التقنين بتاعنا برضو. احنا قلنا العين اتفقنا خلاص، الحاجب ده مقداره كم نقطة؟ نقطتين اهو، وفي الداخل اديني ايه مقدار نقطة الفراغ بتاعي، وهنا في بروز مقدار نقطة، وتحت العين في الجزء ده بيكون مرتفع مقداره ايه مقدار نقطة. ولو عملنا خط كده هنلاقي هنا البداية مساوية للميم، و في عمق كده مقدار ايه مقدار نقطة نتيجة ايه النزول بتقوس. والجزء ده المسافة دي بتكون معانا من 4 إلى 5 ايه 5 نقاط. طيب هنا بروز خروج الميم الجزء ده بيكون مقدار ايه نقطة، النزول بتاعي هنا بيكون مقداره 4 نقاط. خروج النزول بيكون مقدار ايه 4 نقاط. وطبعا لما بنزل بنزل بجنب القلم بيديني يعني ما يكون العرض بتاعي عرض رفيع، ما يكونش ايه سميك زي الخطوط الافقية. ده شكل. طيب نشوف في اشكال تاني للميم في اتصالها مع العين. نشوف كده برضو هنعمل ايه، هنعمل حاجب العين اهو، وانزل اكمل الدوران واقفل بالشكل ده تمام. هنزل برضو بميل اهو، اخد من هنا برضو اهو واصعد. هنا بقى هنعمل شكل تاني من اشكال الميم، هي الميم اللوزية. اعملها ازاي؟ باخد بعرض البوصة كده وانزل اهو تمام، حركة حركة. بعد كده برجع الف ايدي تاني عليها، برجع كده الف ايدي تاني، اتقفلت معاي.
ادتني الشكل. باخذ مقدار في ذا كده هنا، بمشي برضو بجنب القلم يعني السمك بيكون رفيع، وانزل برضو زي ما عملنا هنا، بنزل بايه بالالف بتاعي اهو بالشكل ده. تمام. طيب نعمل برضو الحركات بتاعتنا اهو، فتح، وعملنا ضم، وهنا لو عملنا سكون، وعملنا فتح هنا على الميم، طبعا تحت العين في كسر، وعملنا كسر تحت تحت الميم هيكون في الموضع ده. تمام. والحركة اللي بتتعمل تحت العين ده شكل من أشكال برضو العين في اتصاله مع حرف الميم. طيب نشوف معانا برضو التقنين بتاعنا اهو، الجزئية دي ما فيهاش اي اختلاف مع جميع الحروف، نقطتين ما بيغيروش، نقطة اهو هنا في خروج نقطة، تحت الحرف في نقطة، وعملنا كده هنلاقي برضو في نقطة. وخلي بالك هنا الجزئية دي فيها بروز، يعني الميم بيكون فيها بروز شوية، والميم نفسها بيكون مايلة جهة اليمين، شايف الاتجاه بتاعها لأسفل وفيها ميل جهة ايه، جهة اليمين. والمسافة دي برضو بيكون 4 نقاط، المسافة دي كام نقطة؟ 4 نقاط، وهنا في خروج مقدار نقطة، وطبعا الجزئية دي بتشيل نقطة، وهنا تحت بيشيل 4 نقاط. تمام. ده شكل ايه حرف الحرف العين مع حرف الميم. في اشكال تاني للعين مع الميم؟ في يعني احنا كده كتبنا حوالي 4 اشكال، في شكل خامس ناخده ونكتبه بالمرة معانا اهو. بعمل حرف الحاجب بتاعي برضو، الف ايدي وانزل اهو، واكمل كده، واخد هنا برضو وانزل بميل، بمشي كده برضو وانزل، اركب الميم بالشكل ده، واعمل الطرف بتاع الميم اهو. ده شكل من اشكال حرف العين مع حرف الميم. نعمل التشكيل بتاعنا، فتح، وهنا على الميم برضو عملنا فتح، وهنا تحت العين كسر، وتحت الميم برضو لو عملنا كسر في المنطقة دي. تمام. ولو حبينا نعمل ضم اهو، ولو عملنا سكون بالشكل ده. التقنين بتاعنا برضو اهو، نقطتين في الداخل، في نقطة في بروز مقدار نقطة، هنا في نقطة. تمام. برضو هنا الجزئية دي مرتفعة مقدار نقطة، هنا في نقطة، والجزئية دي فيها مقدار نقطة. ده شكل من أشكال حرف العين مع حرف الميم. طيب نشوف الحرف اللي بعده، حرف العين مع حرف النون. برضو حاجب العين ما فيهوش أي اختلاف أهو، بصعد وألف إيدي كده وأنزل بالشكل ده، وانزل بميل، اخد كده هنا مجرد خروج مقدار نقطة برضو، واسيب مقدار نقطة واطلع، واعمل ايه النون. النون هي كاسة النون، زي كاسة النون المفردة يعني بالشكل ده، واحط النقطة من اعلى في الوسط. شوف التقنين بتاعنا برضو، هنا الفتح، وهنا لو في فتح فوق النون. تمام. ولو عملنا الضم تحت العين كسر، تحت النون الكسر في الموضوع ده. التقنين بتاعنا برضو هو ما فيهوش اي اختلاف، نقطتين المساحة بتاعتنا، مساحة نقطة. هنا برضو في الخروج بتاعي بيكون خروج بسيط
أقل شوية، مقداره نص نقطة. تحت العين هنا في بيكون مقدار نقطة. طبعا نزول كاسة النون نقطتين، وفي الداخل الكاسة دي مقدارها كم نقطة؟ 3 نقاط. تمام. وبيكون طبعا بداية الكاسة مرتفعة عن نهايتها مقدار ايه؟ نقطة. نشوف بقى الحرف اللي بعده، حرف العين مع حرف النون. ممكن اعمل النون مرسلة، يعني ممكن اعمل النون بدل ما هي مجموعة زي كده اعملها نون ايه؟ مرسلة. طيب تعمل ازاي؟ برضو نفس الكلام، العين ما فيهاش اي اختلاف اهو، حاجب وانزل بالشكل ده، اخذ من هنا بميل اهو. هنا بقى الجزئية دي بنزل، بس ايه؟ بتكون اقصر شوية، بداية النون بتكون اقصر في حالة النون ايه؟ المرسلة. تمام. اخذ من هنا كده وابدأ نزول وامشي، اكمل بعد كده صعود، وبالتدريج اكفل بالشكل ده. تمام. لو حبينا برضو نعمل الحركات بتاعتنا، فوق العين الفتح، طبعا النقطة الموضع بتاعها بيكون ايه؟ هنا على الجنب، ما تكونش في وسط ايه؟ في وسط النون، لان ممكن بيكون في ايه؟ تركيب اي حرف تاني في الفراغ ده. طيب هنا بقى فوق النون بيكون فتح مثلا، لو عملنا سكون الكسر تحت النون، أو تحت العين لو عملنا كسر. التقنين بتاعنا برضو العين حاجة بدحنا، مقداره كم نقطة؟ نقطتين. تمام. وفي الداخل برضو النقطة، وهنا في الخروج بيكون نص نقطة بين العين وبين حرف النون، مقدار ايه؟ مقدار نقطة. نزول برضو هنا الجزئية دي اهو، هنا النزول مقدار نقطتين. تمام. العمق بتاعنا برضو مقدار نقطتين. تمام. ولو عملنا خط كده هنلاقي فيه فراغ، ولو عملنا خط كده هنلاقي فيه فراغ هنا في كاسة ايه؟ كاسة النون. وطبعا الاتساع بتاعنا بيكون من 9 الى 13 ايه؟ 13 نقطة. نشوف بعد كده الحرف اللي بعده، حرف العين مع حرف ايه؟ حرف الواو. هنركب حرف العين احنا هنا في داخل النون. نبدأ ارفع ايدي شوية كده اهو، واعمل ايه؟ حاجب العين وانزل بالشكل ده، اخذ هنا بميل وانزل كده اهو، اصعد وانزل تاني، اقفل معاي الجزئية دي. هبدأ بعد كده الجسم بتاع الواو، هو جسم ايه؟ جسم الراء بالشكل ده، والجزء الاخير ده بيترسم ايه؟ رسم بسن ايه؟ بسن القلم. طيب نعمل الحركات، الفتح، ولو عملنا ضم بالشكل ده، لو عملنا هنا سكون او املى الفراغ بتاع الواو، تحت العين برضو الكسر بتاعها في الموضع ده. طيب نشوف برضو التقنين بتاعنا، العين الراس بتاعنا الحاجب ده هو نقطتين، مفهوش اي اختلاف. هنا في مقدار ايه؟ مقدار نقطة. وتحت العين مقدار النقطة. وطبعا رأس الواو احنا عارفينها كام؟ مقدارها نقطة ايه؟ ونص. تمام. والنزول بتاعها هنا
بيكون مقدارها ايه؟ مقدار نقطتين. ولو عملنا كده هنلاقي هنا في فراغ مقدار ايه؟ نص نقطة نتيجة نزول بدوران. طيب نشوف مع بعض كده حرف العين مع حرف الهاء. حرف الهاء ليه أكثر من شكل يعني في اتصاله مع حرف العين. نشوف كده مع بعضينا الشكل الأولاني، بعمل برضو حاجب العين زي ما احنا عارفين اهو، وانزل تمام واقفل كده الحاجب. بعد كده هنا بقى النزول بتاعي مش حميل جامد، لا يعني الميل بتاعي هيكون ميل اقل اهو، لان احنا قلنا اتفقنا في حالة الحروف الصاعدة او في نبرات بيكون الميل اقل. وطبعا هنا في الهاء هعمل انا هنا ايه اهو، دوران كده وصعود تمام لحد هنا تمام. بعد كده بعمل ايه يعني، بسيب مقدار كده نقطة ورا العين واخد من الجزء ده كده وانزل بالشكل ده. كده انا عملت ايه حرف الهاء. هنا برضو الحركات الفتح، ولو عملنا هنا سكون، وهنا الحركة فوق الهاء، وتحت العين الكسرة اهو. شوف التقنين بتاعنا برضو في شكل العين مع الهاء، هي العين هنا الحاجب احنا قلنا ما فيهوش اي اختلاف، مقداره ايه نقطتين، وهنا في فراغ نقطة، وهنا في بروز بسيط للجزء ده عن بداية الحاجب، وهنا تحت تحت الجزء ده بيكون في مقدار ايه مقدار نقطة، وهنا بيكون في مقدار ايه نقطة تحت ايه تحت الهاء. طيب المسافة هنا بعد العين بيكون في مقدار ايه نقطة. المسافة بتاعت الهاء نفسها الطول بتاعها بيكون مقدارها نقطتين، بيكون مقدارها ايه نقطتين. ده شكل من اشكال العين مع حرف ايه الهاء. طب في اشكال تاني ناخدها مع بعضينا. في الهاء الوسطية بأشكالها يعني متعددة. شوف كده حرف العين مع حرف الهاء بالأشكال المختلفة، الهاء الوسطية يعني. طيب العين برضو نفس الكلام، الحاجب ما فيهوش أي تغيير أهو، ببدأ بعمل الحاجب بتاعي وانزل الف بي واقفل بالجزئية دي. بعد كده ببدأ باخد من هنا وانزل اهو والف، باخد من اعلى وابدأ كده هنزل بشكل شبه مستقيم. بعد كده هطلع تاني دوران واخد من الجزئية دي هنا كده، اسيب مقدار نقطة وامشي مقدار 3 نقاط تمام. وهعمل ايه الهاء الشكل الثاني من الهاء الوسطية، بنزل بدوران دوران بيضاوي بطلع بيه تاني اكفله واطلع بميل بالشكل ده، وامشي مقدار نقطتين واصعد عشان هعمل ايه الهاء المنتهية. وباخد من الجزئية دي هنا تمام واقفل ايه الهاء المنتهية. نشوف الحركات بتاعتنا هنا، لو عملنا فتح ولو عملنا ضم بالشكل ده، وهنا تحت العين الكسر، ولو عملنا هنا سكون، والكسر تحت الهاء، والحركة اللي بنعملها فوق الهاء بالشكل ده. شوف هنا التقنين بتاعنا برضو، حاجب العين احنا قلنا مختلفش، مقدار نقطتين، هنا في مقدار نقطة وفي خروج مقدار ايه نقطة، وهنا تحت العين يكون في مقدار نقطة، نزول الهاء دي هنا مقدار نقطتين، في فراغ بين العين وبين الهاء مقدار نقطة،
المسافة دي يكون فيها مقدارها 3 نقاط، وهنا الشكل ده بتاع الهاء بيكون برضو مسافته نقطتين ومايلة اتجاهها جهة ايه اليمين من أسفل، والمسافة بين الهاء الوسطية والهاء المنتهية مقدارها نقطتين، وهنا في مقدار نقطة بينها وما بين السطر، والجزئية دي تكون مقدار نقطة، وهنا مقدار المساحة بتاعتها نقطة، وبرضو الجزئية دي بيكون مقدار ايه نقطة، وطبعا ارتفاع الجزء ده بيكون مقداره ايه نقطتين. ده شكل العين مع حرف الهاء بأشكال مختلفة في وسط ايه الكلمة وفي نهاية ايه الكلمة. نشوف العين مع حرف اللام ألف. العين برضو حاجب العين مفهوش أي اختلاف، أهو بصعد كده بلف وانزل واقفل الجزء بتاع الحاجب ده بالشكل ده، واخد هنا النزول بتاعي بيكون الميل بتاعه أقل، لأن احنا قلنا الحروف الصاعدة الميل بتاعها بيكون أقل، واخد من هنا والف ايدي بدوران واصعد كأني هعمل ايه حرف ايه الألف. بعد كده بنزل على الألف ده تاني ومن الوسط كده أبدأ الانسلاك بتاعي والف ايدي بالشكل ده. بعد كده بعمل نقطة بالشكل ده وألف من وراه كده وأعمل إيه الألف المايل بتاعي تمام. نعمل الحركات بتاعتنا أهو فتح، ولو عملنا ضم بالشكل ده، وحبينا نعمل برضو المد السكون برضو هنا تحت العين كس بالشكل ده، وعملنا حركة العين. نشوف التقنين بتاعنا برضو اهو، رأس العين الحاجب نقطتين، وفي الداخل في نقطة، وهنا في ارتفاع الجزء ده مقدار نقطة، ولو عملت كده هلاقي هنا في مقدار نقطة، وطبعا نهاية اللام ألف بتكون نازلة شوية عن بداية حرف العين، والمسافة دي هنا بتكون 3 نقاط تمام، وبداية بتكون مرتفعة عن الألف المائل مقدار نقطة، ولو عملت كده هلاقي هنا الجزئية دي فيها مقدار نقطة، وتنتهي لي هنا الجزء ده كده مقدار نقطتين، الميل بتاعه مقدار ايه نقطتين. ده شكل حرف العين مع حرف ايه اللام ألف. طيب شوف معانا بعد كده باقي معانا العين مع حرف الياء. حرف الياء ليه شكلين، يعني في الياء العادية وفي الياء ايه الراجعة. طيب نشوف كده، هنعمل برضو نفس حاجب العين اهو واقفل، هنا هنزل بميل واخد الجزء ده وهنزل بيه لأسفل بالشكل ده، هرجع تاني اهو عشان اعمل ايه حرف الياء بالشكل ده. ده حرف العين مع حرف الياء. نعمل الحركات بتاعتنا الفتح الكسر، وعملنا الضم بالشكل ده. التقنين بتاعنا برضو مختلفش، العين اهو الحاجب مقدار نقطتين، في الداخل في نقطة، هنا في بروز مقدار نقطة، ولو عملنا خط كده هنا هنلاقي في هنا ارتفاع مقدار ايه مقدار نقطة، وتحت الياء هنا برضو في مقدار ايه مقدار نقطة. طيب نشوف الشكل الأخير للعين مع حرف الياء الراجعة. أسيب المسافة بتاعت اللي هرجعها كده وارفع ايدي شوية لأن الياء الراجعة بيكون فيها نزول، واعمل ايه اهو حاجب العين وانزل
اقفل الحاجب بالشكل ده. هنا هاخد برضو ميل اهو، والطرف ده هاخده خروج برا شوية اهو. هلف ايدي بالشكل ده كده هنا، واعمل ايه الياء الراجع. هنعمل الحركات برضو اهو، الفتح وهنا فتح الياء بالشكل ده، لو عملنا كسر العين وكسر الياء بالشكل ده، ونعمل حلية أما بيا الفراغ بتاعي برضو. التقنين بتاعنا الجزئية دي مقدارها ايه نقطتين، وهنا في مقدار نقطة، والجزئية دي المسافة دي هنا كده فيها نزول مقدار نقطة، وهنا لو عملت كده خط ألاقي فيه فراغ نتيجة الدوران، ومن تحت هلاقي فيه فراغ برضو، ونزول الجزء ده مقداره ايه مقدار نقطتين. ده الشكل الثاني والأخير من أشكال حرف العين مع حرف ايه حرف الياء. وبكده أعزائي المشاهدين يكون خلصنا شرح حرف العين مع جميع الحروف في خط النسخ. أتمنى يكون الشرح كان واضح لكم، وطبعا لازم ندرب إيدنا على الحروف دي أكثر من مرة، علشان ده هيأثر علينا عند كتابة الجمل. وتقبلوا تحياتي وتابعونا في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.